في ميزة جديدة وصلت لتطبيق سناب شات حاليا، لو ضغطت ضغطة مطولة على أي اسم راح يطلع لك الستوري حقه ومكانه بالخريطة وغيرها من الخيارات. خليني أوريكم الفكرة حاليا، إن لو ضغطت ضغطة مطولة على أي اسم بيطلع لك الستوري حقه فوق مكانه بالخريطة، تقدر تتواصل معه بالشات وأيضا تقدر تسوي مشاركة لاسم المستخدم حقه. طبعا هذه الميزة بتسهل عليك الوصول لأي ستوري أي شخص من دون لا يحتاج تروح وترجع في سناب شات. طبعا في السابق لو ضغطت ضغطة مطولة على أي شخص بيطلع لك الكود حقه، ما رح يطلع لك نفس الخيارات اللي شفتوها قبل شوي. الواتساب قبل شوي فعل ميزة كلنا ننتظرها، لو أرسلت الرسالة لأي شخص بالغلط راح تقدر تحذفها من عنده. لنفترض أنه أنت كتبت أي رسالة وارسلتها بالغلط، مجرد أنك تضغط عليها وتختار خيار الحذف بيطلع لك الخيارين هذولي. طيب الخيار الأول راح إذا ضغطت عليه راح يحذف الرسالة من كل الجهازين، من عندك ومن عنده، لذلك لو أرسلت رسالة بالغلط يعني تبي تحذفها من الطرف الثاني تختار الخيار الأول. الخيار الثاني فقط يحذف الرسالة من عندك. طبعا لاحظوا لو انحذفت الرساله بيطلع تنبيه ان الرساله محذوفه زي ما واضح عندكم. طبعا الطرف الثاني بيجي تنبيه انه انت ارسلت له رساله لكنه حذفت الرساله زي ما واضح قدامكم. جربت ارسل صور فيديو رساله عاديه واحذفها والحمد لله تنحذف بسرعه، يعني ما تاخذ وقت حتى تنحذف. الميزه تفعلت عندي في جوال وجوال لا. شوفوا هذا لو ضغطت حذف راح يطلع لك بس خيار واحد انه ديليت مسج، هذا الخيار لو ضغطت عليه فقط تحذف الرسالة من عندك.